رئيس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء، وذلك بقصل قضيبية صباح اليوم. وعقب الجلسة أدلى سعادة الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء بالتصريح التالي: رحب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بإقرار مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولتين للدولة للسنتين الماليتين 2017-2018 من السلطة التشريعية، الذي جاء ثمرة للتعاون الوثيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وأسهم في تحقيق التوازن في الميزانية الجديدة الذي جمع بين الترشيد في الإنفاق والانضباط المالي اللازم لمواجهة التطورات الجارية والحفاظ على حقوق المواطنين وتعزيز والمساندة لذوي الدخل المتوسط والمحدود والشرائح الأكثر استحقاقا. وقد أصدر صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء توجيهاته لكافة الوزارات والجهات الحكومية بتشديد الرقابة على المال العام وضبط المصروفات الحكومية وترتيبها بحسب الأولوية والقضاء على أي أنماط ضارة من الإنفاق الاستهلاكي ومنع الهدر وضمان حسن استخدام الموارد وتعزيز الجوانب الإشرافية والرقابية لخلق بيئة العمل الأفضل وتسريع العمل في إنجاز المشاريع الحكومية المدرجة ضمن الميزانية وإتمامها في الإطار الزمني المحدد لها، موجها سموه إلى سرعة وضع الخطط والبرامج التنفيذية الكفيلة بتفعيل المشاريع والأولويات المدرجة في الميزانية وضرورة تنفيذ الميزانية بكفاءة وجودة لتنعكس بصورة مباشرة على الحياة اليومية للمواطنين، والارتقاء بخدمات الرعاية الصحية الشاملة وبرامج الخدمات الإسكانية والتعليمية والاجتماعية وإعطاء أولوية قصوى للبعد الاجتماعي والحفاظ على مظلة الرعاية الاجتماعية. كما حث سموه الوزارات والجهات الحكومية إلى ضرورة إسناد الدور المحوري للقطاع الخاص باعتباره شريكا أساسيا في الأداء الاقتصادي في مجمل المسيرة التنموية. وأشاد سموه ضمن ذات السياق ببرنامج الدعم الخليجي كقوة داعمة ومكملة للبرامج المدرجة في الميزانية العامة وبدوره في دفع الاقتصاد الوطني. بعد ذلك أدان مجلس الوزراء إغلاق المسجد الأقصى أمام المصلين من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، واصفا إياه بأنه عملا استفزازيا وإجراء تصعيديا وخرقا واضحا لحرمة الأماكن المقدسة وللقوانين الدولية التي تكفل حرية العبادة وممارسة الشعائر الدينية. بعدها أدان مجلس الوزراء بشدة حادث الاعتداء الإرهابي الذي استهدف دورية أمنية من القطيف بالمملكة العربية السعودية الشقيقة أثناء قيامها بواجبها بحفظ الأمن، وأشاد بجهود قوات الأمن السعودية في مكافحة الإرهاب والإرهابيين بما تتصف به من يقظة أمنية انعكست على أمن واستقرار المملكة الشقيقة، معربا المجلس عن تأييده لكافة الإجراءات التي تتخذها المملكة العربية السعودية لضمان أمنها واستقرارها. إلى ذلك فقد استنكر مجلس الوزراء حادث الهجوم الإرهابي الذي استهدف دورية أمنية في محافظة الجيزة بجمهورية مصر العربية الشقيقة، مؤكدا المجلس وقوفه إلى جانب جمهورية مصر العربية الشقيقة في محاربة الإرهاب وتضامنه معها في إجراءاتها لحفظ أمنها واستقرارها. وفيما يختص بملاحظات وشكاوى المواطنين، فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى التحقق من كفاية الخدمات والمرافق بجونسان وتوفير ما تحتاجه من مرافق وخدمات وبخاصة الطرق والصرف الصحي والإسكان، وكلف سموه وزارتي الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني والإسكان بمتابعة ذلك. من جانب آخر فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى تسريع المشاريع التنموية التي تم التوجيه إليها في محافظة المحرق، ومنها مشروع سعادة ومشروع الجامعة ومتابعتها من قبل الجهات ذات العلاقة والاختصاص. بعدها شدد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على أهمية الأرشفة والتوثيق في الوزارات والأجهزة الحكومية لتأريخ الخدمات والإنجازات الحكومية الموجهة للمواطنين التي تطلع بها كل جهة، وحث اسمه على إنشاء سجل فيها يحفظ دور رجالات البحرين الذين عملوا في هذه الوزارات وتركوا بصماتهم في مجال الارتقاء بالخدمات التي تقدمها هذه الجهات. بعد ذلك وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى البدء في توظيف 230 ممرضا وممرضة من المواطنين ضمن خطة التوظيف للسنتين الماليتين 2017-2018، ليتم إضافتهم إلى 430 ممرضا وممرضة من البحرينيين الذين تم توظيفهم خلال دورتي الميزانية السابقتين. بعد ذلك نظر المجلس في المذكرات والموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي:
أولا بتوجيه من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، خصص المجلس جانبا من جلسته لاستعراض ومتابعة الملف الإسكاني وما تحقق فيه من إنجازات ومكتسبات لتوفير السكن الملائم للمواطنين باعتباره من أولويات الحياة الكريمة التي تحرص الدولة على تقديمها للمواطنين، مستعرضا المجلس المراحل التي مرت بها العملية الإسكانية من تطورات منذ عام 1960 وحتى عام 2017، حيث قدمت الحكومة خلالها ما يقارب من 129 ألف خدمة إسكانية، من بينها توزيع 47 ألف وحدة سكنية استفاد منها 270 ألف مواطن، وتقديم حوالي 65 ألف قرض شراء وبناء وترميم وتوزيع 12 ألف قسيمة سكنية. وقد تم خلال الفترة المذكورة بناء 7 مدن إسكانية جديدة منها 3 قيد الإنشاء، إلى جانب وجود الأمر الملكي السامي ببناء 40 ألف وحدة سكنية والتزاما حكومي ببناء 25 ألف وحدة سكنية ضمن برنامج عمل الحكومة. وقد تضمن التقرير الذي عرضه في هذا الخصوص سعادة وزير الإسكان التطورات التي شهدها الملف الإسكاني واتساع رقعة المشاريع الإسكانية التي شملت جميع محافظات المملكة، وتم فيه توفير آلاف الطلبات الإسكانية المتنوعة للمواطنين وبخاصة من ذوي الدخل المحدود. ثانيا، وافق مجلس الوزراء على دمج الإدارة العامة للتخطيط العمراني بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني مع هيئة التخطيط والتطوير العمراني لتكون تحت مسمى هيئة التخطيط والتطوير العمراني تتبع وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني. وأقر المجلس الهيكل التنظيمي الرئيس لهذه الهيئة ليرأسها رئيسا تنفيذيا بدرجة وكيل وزارة ونائب للرئيس بدرجة وكيل مساعد، وخمسة إدارات الأولى للدراسات التخطيط الاستراتيجي، والثانية للموارد البشرية والمالية، والثالثة للتخطيط التفصيلي، والرابعة لإدارة تطوير الأراضي، والخامسة لإدارة المشاريع والاستثمار. وكلف المجلس الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية والفنية اللازمة. ويجيء ذلك حرصا على تحقيق التكامل لعملية التخطيط العمراني وتسريع اتخاذ القرار والإنجاز بتقليل الجهات المعنية في هذا المجال. ثالثا، وافق مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية لقانون المواصفات والمقاييس ومشروع القرار بإصدارها، وتنظم هذه اللائحة التنفيذية إصدار وتجديد شهادات وإشارات المطابقة وعلامات الجودة أو المطابقة للمنتجات المختلفة ورخص مزاولة أنشطة منح شهادات المطابقة أو الاستشارات، بالإضافة إلى إعداد وتحديث وتعديل مشاريع المواصفات القياسية الوطنية واللوائح الفنية الوطنية، وذلك بعد عرضها على لجنة مختصة برئاسة وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وعضوية ممثلين من مؤسسات حكومية وأخرى ذات العلاقة وأعضاء من غرفة تجارة وصناعة البحرين وعضوين من ذوي الاختصاص. رابعا، كلف مجلس الوزراء اللجنة الوزارية للشؤون القانونية باتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على الاتفاق بين مملكة البحرين ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن امتيازاتها وحصانتها والتي وقعت عليها مملكة البحرين في الهاي بتاريخ 6 يونيو 2017، وذلك من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من معالي وزير الخارجية. خامسا، بحث مجلس الوزراء عددا من الاقتراحات برغبة، ومنها ما يتعلق برسوم دمغ الذهب وبعض الاستملاكات، حيث وافق المجلس على مسودة رد الحكومة على هذه الرغبات على النحو الذي أعدته اللجنة الوزارية للشؤون القانونية.